استاذ جمال بكره هيلعب ازاي؟ من وجهه نظرك هيغير؟ هيلعب بنفس اللاعبين؟ يعمل ايه؟ لا يعمل هو احنا قلنا اتفقنا ان هو بيفاجئنا يعني ممكن يكون الناس كلها لها رؤيه وهو بيجرب حاجه معينه. المهم اهم حاجه مهما عمل تغييرات لازم يكون هدفه في هذه المباراه الفوز. الفوز وبشكل كويس. يجرب من يريد، يعني هو عنده مجموعه لاعبين مش هيلعبوا خوفا عليهم من الانذار التاني طبعا، اللي هما دول هيبقوا مستبعدين وهو اعلن بالفعل هذا الكلام. فدي فرصه ان هو يدي الاخرين فرصه للتجربه وهو يشوفهم على الطبيعه في المباراه. هي مباراه مهمه، منتخب الجابون انا سمعت تصريح لاحد لاعبيهم انه جايين عاملين اهتمام كبير جدا بهذه المباراه. انت شوف النهارده ايرلندا الشماليه وهي بتلعب ايطاليا، هي دي كره القدم، هو ده الفير، لانه هم عندهم دوافعهم. حتى لو هو يعني حتى لو الجابون ايرلندا كانت بره الموضوع خالص ولعبت مباراه كانت ممكن تكسب. لا والجابون يا كابتن، الجابون الشماليه رغم ان هي بره، الجابون رغم ان هي بره انما هي يهمها جدا انها تلعب مباراه قويه في الشريف مصر. الحاجه بقى المهمه بالنسبه برضو للبطولتين القادمتين هي فرصه من ذهب لكارلوس كيروش ان هو مجموعه مباريات مهمه جدا سواء للمحليين او للمحترفين اللي هي كاس العرب ثم كاس امم افريقيا. والجميل ان هذه المباريات كلها او البطولتين دول هيكونوا قبل المباراه الفاصله او قبل المباراتين الفاصلتين. يعني حتى لو مش هو طبعا مش هيبقى عنده وقت ان هو يلعب مباريات وديه، طبعا مفيش اقوى من كده. هيكون لعب بقى ماتشات رسميه وديه. ده انا بقول كمان مفيش اقوى من كده استعداد يعني ست ماتشات على الاقل. يعني انت لو خرجت من الدور الاول هنا يبقى عندك ست بالظبط. فالمساله مهمه جدا. ثانيا زي ما شفنا كده في اختياراته الاخيره هو برضو بيميل الى اكتشاف بعض اللاعبين. نعم زي ما قلنا في الفاصل احمد ياسين، كناريا مؤخرا، وكناريا اللي اعلن اسمه النهارده. فده شيء انا بقول انه جيد، رساله لعيبه مصر اللي هشوفه كويس اتفضل. وبعدين هو شيء مهم قوي ان انت يبقى القماشه اللي انت بتختار منها كبيره واسعه، صحيح. ما بقاش انت مزنوق النهارده. يعني دي برضو احد المميزات، عندك بدائل بتجرب بتشوف، يعني بتفتح المجال قدام كل لعيبه مصر. يعني